السلام عليكم. طبعا مثل ما شايفين الثلج عم يتساقط بشكل كتير كبير بمعظم المناطق السورية. الشيء اللي حابب أقوله أنه نتذكر دايما وما ننسى العوائل اللي ساكنين بمخيمات بهذا الجو. نتذكر دايما وما ننسى الطفل اللي عم يموت من البرد، كبير السن اللي ما عنده أي وسيلة من وسائل التدفئة، الناس المحاصرين اللي ما عندهم وسائل تدفئة من زمان. نتذكر الباصات والسيارات المحجوزين من قبل الميليشيات الإيرانية بمنطقة الراموس من امبارح لليوم بهذا البرد، وما عم يسمحوا لهم انه يغادروا باتجاهنا. نتذكر كل هدول ونحاول نساعدهم بأي وسيلة كانت. كون انت الملاك تبعهم، كون انت الدفا اللي ممكن يساعد طفل، اللي ممكن يساعد طفل او كبير سن وينقذه من جحيم البرد هذا. كون انت الملاك اللي تقدر تساعد عيلة عايشة بخيمة وما عندها أي وسيلة من وسائل التدفئة. بتمنى الكل يساعد أي حدا بحاجة، بتمنى الكل يساعد السوريين اللي عم موتوا من البرد.